مجدي عبد المنعم بتلاوة الفاتحة: دعين المولى عز وجل أن يجعله زواجا مباركا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. كان صلى الله عليه وسلم إذا أقدم على أمر هام وعظيم تاب واستغفر، ويقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. ونحن على أثر سنة الحبيب المصطفى، فهيا جميعا نتوب ونستغفر، جميعا نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على أننا لا نعود إلى ذنب أو معصية أبدا، ونبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الكلام عن حب النظرة كلام متعاد، وإن الطب أحيانا بتبقى ألف ألف معاد. ورغم إن الكلام عن حب من نظرة كلام متعاد، وإن الطب أحيانا بتبقى ألف ألف معاد. ورغم إن الكلام أصلا فلو كان المكان يسمح، وست الكل لو تأذن أنا